السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين بعدد زينة عرش الله وأمداد كلماته وما أحاط به علمه وأحصاه كتابه. كثير من الناس يقرؤون الجفر عن الإمام علي عليه السلام، والجفر ليس مثل ما يقال إنه كتاب على الإطلاق، بل هي وصايا رسول الله إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. والجفر هو الجفرة، أنت تحفر جفر، يسمونه بالجيش الجفر، الجفر الشق الذي يوضع به المتاع أو يوضع به الشيء الذي تحتفظ به ما أحد يعرفه. فجفر الإمام يعني قلب الإمام اللي ما حد يطلع عليه، ليس كتاب. اجوا ذول الكذابين والدجالين سووا لنا كتاب وكتبوا عليه جفر الإمام علي. بل هو الجفر هو القلب، ما وضع في قلب الإمام علي عليه السلام. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يحتاج علي بن أبي طالب يكتب جفر؟ قصة وعدكم عقول. ولكن حتى لا هذه الأحداث تتبين إلى الناس إلا عن طريق رموز يحلها من يريد أن يحلها. ولذلك الإمام علي عليه السلام إلى قصيدة يقول: خذ الفرارة والطلقة، يعني ما تحضرني بس أعرف منها بية تحتقد أو اثنين، واسحقهم معا سحقا ملكت الغربة والشرقة. ما يحلوها، أنا يعني عالم فيزيائي، بويا أنت مو عالم، ذول أنتم جماعة ألفية من مالك ما تحلوها، أنتم هذا أني ما تحلوها، ما تعرفون الطلقة من الفرارة، تعرفون لي أبحظكم وبخدكم، تعرفون لي الحلال والحرام، شاع علميتك بيمن، عالم عليمن يسمونك عالم عليمن، أنت إنسان راوي عليمن يسمونك عالم. شو اكتشفت؟ اكتشفت السماوات السبعة والجاذبية؟ شو اكتشفت؟ خوش طلعت القرآن، مش ما تكون أنت ما تكون عالم بيه؟ ليش؟ القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وكتاب لا يمسه إلا المطهرون. أنت مطهر؟ ياهو أنت؟ إذن أنت هاي سقطتك منها، مو سقطتك منها، لطمت بيك، أخرجتك من القاعدة، أخرجتك من الخدمة. شلون أخرجتك من الخدمة؟ أخرجتك من الخدمة ليش؟ لأنه أنت لا تتصور أنا جاهل اللي قدامك، أنا اللي يعلمني ما يخلي حدا يشكل علي، ومو محد ما يخلي واحد، ما يخلي واحد يشكل علي، يعني إذا شكل علي كارثة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إنما يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأنت هاي سقطتك، أنت مو من المطهرين، صير على صفحة ساقطة من الخدمة. نرجع لك بشيء أكبر، خوش لا يمسه إلا المطهرون هذا القرآن، إذن أنت محتاج من؟ محتاج المطهر. أنت المطهر، أنت المطهر قعدت على صفحة قلت هذا غايب، وما طوله غايب، أبوق باسمه، أكتل باسمه، أسوي تشاريع، أفتي باسمه، ما يجي يردني. ليش هو ما يقدر يردك؟ لا، إذا رداك راح تقول عنه هذا ساحر، أو راح تقول عنه هذا يتدخل بشؤوني، لأن ما يريد يعلن عن نفسه بأنه الإمام. وإذا قال لك غلط قدام الناس، لأن الإمام ما يقول لك قدام وحدك، إذا قال لك غلط تقيم الدنيا عليه، أو عندك جماعة آمون وعبدة الآمون وعبدة البقر موجودين، خش مو ترى هاي قضية عزيز مصر، قضية مرعبة، يعني لا تصورها قضية بسيطة، قضية بسيطة لا تصورها قضية بسيطة. أراد أن يقول هذا عزيز مصر قدامه اشقد ذولا أظلوه، اشقد أظلوه باسم الدين، يأكلون باسم الدين، ينهبون باسم الدين، يقتلون باسم الدين، عرف شلون؟ يأخذون نسوان باسم الدين، كل الدين ساعتهم الكبيرة. من وصلت إلى قضية يسقطهم الله، بيش يسقطهم بالحجج قدامي؟
ما يجي يسقطهم بالبوكسات ينتصرون ذولا ذولا بلاء وياهم همج الرعاع الناس الناس من الناس اللي همج الرعاع بالملايين وياهم ذاك الوقت يعتمرون بأمرهم يقومون وياهم يقعدون أراد الله أن يذلهم بطفل خش هذا الطفل أخوته تآمروا عليه وصلت الحالة من إجا عزيز مصر قالهم رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف قالوا له هاي انت ماكل بصل هواية وعدس وقمت تخروت بالليل مثل ابو علي قال ثاني يوم رجع له الرؤيا ثالث يوم رجعت له لان هي رسالة مو رؤيا رسالة على لسان عزيز مصر شو هذا عزيز مصر لا يصلي لا مؤمن مشلب بالقمر شلون صارت نزل علي الوحي يلا يا ابويا انا خادم جورج ليكم عزيز مصر شلون نزل عليه الوحي نزل عليه الوحي عزيز مصر كان يشرب خمر وكان ما مؤمن بالله مو موحد شلون نزل عليه بس كان عادل خوش عادل والمحيطين يمه سرسرية كلهم ودجالة اول يوم ثاني يوم ثالث يوم قام يخنقه يعني اذن هاي عملية ايحاء عملية الإيحاء شنو؟ الآن أنت دول العالم تدرس مخابراتها ألف كيلو توحي للواحد أنت تصير مشاعرك مرتبطة بمشاعره. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا والدليل وعينه حتى تسكنه